السلام عليكم، انا دكتور رانيا الصياد، وان شاء الله النهارده هنتكلم على اللاست فور كرينيال نيرفز. اور اوبجكتيفز محتاجين نعرف ايه كل واحد من الكرينيال نيرفز. محتاجين نعرف الاوريجين بتاعه او الديب نيوكلياي، ايه النيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم وبتدينا اوريجين للكرينيال نيرفز ده، سواء النيوكلياي دي كانت موتور او سنسوري او باراسمباثيك نيوكلياي زي ما هنشوف. تاني حاجة محتاجين نعرف الاتاتشمنت تو ذا برين ستيم او اكزيت فروم ذا برين ستيم. تالت حاجة هنعرف الاكزيت فروم ذا سكال، خارج ازاي من كرينيال كافيتي او سايب ازاي السكال عشان يخرج اوتسايد ات للنك او الفيس. بعد كده هنعرف الجانجليا في حالة السنسوري اند باراسمباثيك نيرفس الجانجليا اسمها ايه. بعد كده هنعرف الديستريبيوشن اند فانكشن، الكرينيال نيرف ده بيسبلاي ايه او ايه الوظيفة بتاعته. قبل ما اتكلم على الكرينيال نيرفز محتاجاكم تعرفوا ايه النيوكلياي اللي موجوده في المدله اوبلونجات. اللاست فور كرينيال نيرفز بياخدوا كلهم اوريجين او النيوكلياي بتاعتهم كلها موجوده في المدله اوبلونجات. يبقى هتكلم الاول على النيوكلياي اوف ذا مدله اوبلونجات عشان نعرف هم هيدونا اوريجين للكرينيال نيرفز ازاي. اول حاجه معانا موتور نيوكلياي، معانا اثنين موتور نيوكلياي، واحده اسمها نيوكليوس امبيجيوس، نيوكليوس امبيجيوس، واحدة اسمها هايبوغلسال موتور نيو. من اساميهم النيوكليس امبيجيس هتدينا اوريجين لرقم 9 و10 و11، ورقم 12 هياخد من الهايبوغلسال موتور نيو، وهنشوفهم مع بعض دلوقتي ازاي. عندنا اثنين باراسمباثيك نيوكلياي، الانفيريو سالفاتري نيوكليس والدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس. والاثنين دول الانفيريو سالفاتري نيوكليس هتدينا لوان كرينيال نيرف هيبقى شايل معايا باراسمباثيك، والدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس هتدينا باراسمباثيك للفيجاس نيرف. كمان عندنا اثنين سنسوري نيوكلياي، واحده منهم خاصه بالتيست سنسيشن سمعنا اسمها قبل كده في البون، اسمها نيوكليس سوليتيريوس، نيوكليس سوليتيريوس، ودي مخصوصه بالتيست سنسيشن، وواحده اسمها سباينال ترانجيمينال نيوكليس ودي بتشيل جنرال سنسيشن. يبقى كده المدلة أوبلانجاتا سمعنا فيها أسامي ستة نيوكليات، اثنين موتور واثنين سنسوري واثنين باراسمباثيك. طيب إيه هما الموتور؟ أول واحدة معانا هي النيوكليوس أمبيجيوس، نيوكليوس أمبيجيوس، ودي هنقسمها ثلاث أجزاء، ثلاث أجزاء، الأبر ثيرد والميدل ثيرد واللور ثيرد. طب الأبر ثيرد الثلث الفوقاني هيدينا أوريجين لمين؟ هيدينا أوريجين للجلوسوفارينجيال نيرف، الكرينيال نيرف رقم 9. طب والميدل 10 والانفيريور ثيرد ل 11. فلما اجي اقول لك قول لي الديب اوريجن مثلا بتاع الفيجاس نيرف تقول لي ليه موتور روت او ليه موتور نيوكليوس اسمها نيوكليوس امبيجيوس. طب وبتاخد اوريجن من انه جزء منها؟ من الميدل ثيرد، من الميدل ثيرد اوف ذا نيوكليوس امبيجيوس. تمام، يبقى دي اول موتور نيوكلياي موجوده في المدله، ادتنا اوريجن لثلاثه كرينيال نيرف 9 و10 و11. طب هيتبقى رقم 12 لموتور نيوكليس خاصه بيه اللي هي الهايبوجلوسال موتور نيوكليس. اجين اللي قدامنا دي هي النيوكليس امبيجيوس موجوده اهي في المدله اوبلونجاتا، مقسمينها ثلاث تلات، اول تلت فيها هيدينا اوريجين للجلوس فارنجيال نيرف، والتلت اللي في النص هيدينا للفيجاس، والتلت اللي تحت هيدينا للكرينيال اكسسوري اللي هو رقم 11. خلاص بالمره نعرف الوظيفه. الجلوس فارنجيال نيرف بيسبلاي اونلي وان ماسل، عضله واحده بس تاخدوها ان شاء الله في مديول الاندوكراين اسمها ستايلو فارنجيوس ماسل، دي وان ماسل اوف ذا فارانكس اسمها ستايلو فارنجيوس اتاشد للستايلويد بروسيس والفارانكس بنسميها ستايلو فارنجيوس ماسل، ودي وان ماسل اوف ذا فارانكس. يبقى هو بيدينا وان ماسل كولوسو فارنجيال سبلاي وان ماسل كولد ستايلو فارنجيوس ماسل. مهم قوي نعرف المعلومه دي. طب الستايلو فارنجيوس ماسل لو جتنا في الامتحان ممكن نقول سؤال عليها ايه؟ ستايلو فارنجيوس ماسل سبلايد باي، نقول الابر ثيرد، الابر ثيرد اوف ذا نيوكليوس امبيجيوس، ابر ثيرد اوف نيوكليوس امبيجيوس. طب سبلايد بمين تاني؟ بالجلوستو فارنجيال نيرف. يبقى الباس واي بتاعها واخده من الابر ثيرد بتاع النيوكليوس امبيجيوس، وبعدين مشيت الفايبر مع الجلوستو فارنجيال نيرف تو ريتش الستايلو فارنجيوس ماسل. طيب الفيجاس نيرف واخد من الميدل ثيرد، واخد من الميدل ثيرد اوف ذا نيوكليوس امبيجيوس، وسبلاي المسلز بتاعه الفارنكس ما عدا اللي سبلايد بالجلوس فارنجيال اللي هي اسمها ستايلو فارنجيس. يبقى اول ذا ماسل اوف ذا فارنكس
all the muscle of the pharynx supplied by the nucleus ambiguous. Supplied by the nucleus ambiguous. كلهم بالميدل ثيرد except the spinopharyngeus by the upper ثيرد عن طريق الجلوستوفارينجيال نيرف. طب ايه تاني؟ All the muscles of the palate. المسلز بتاعت البالات supplied by the vagus nerve except one muscle called tensor palatal. طب ايه تاني؟ واحده بس من المسلز بتاعت اللارينكس اسمها كريكوثيرويد مسل. كريكوثيرويد مسل تاخدوها برده مع الفيديو الجاي ان شاء الله في الريسبيراتوري اسمها كريكوثيرويد مسل. الكريكوثيرويد مسل supplied by the vagus nerve او by the middle third of the nucleus ambiguous. طيب اخر سيرد اللي هو اللور سيرد ده بيدينا اوريجين للكرانيال اكسسوري نيرف. هناخد الاكسسوري نيرف ونقول ان هو ليه كرانيال بارت يعني واخد اوريجين من الميدلا اوبلونجاتا وليه سباينال بارت يعني واخد اوريجين من السباينال كورد. الكرانيال بارت بتاعه بيمشي او بيبقى مصاحب الفيجاس نيرف وبيسبلاي المسلز اوف ذا لارينكس كل المسلز اوف ذا لارينكس اكسبت الكريكوثيرويد مسل بيسبلايد بالفيجاس نيرف. برضه ممكن يجي لنا سؤال نقول all the muscles of the larynx except the cricothyroid take origin from نقول lower third of nucleus ambiguous. lower third of nucleus ambiguous. طب ال cricothyroid muscle receive origin او take او controlled by انهي nucleus؟ ال middle third of nucleus ambiguous. يبقى تاني هنتكلم على النيوكليي اللي موجوده في المدلة اوبلونجاتا اللي هيدونا origin او deep origin للاست فور كرينيال نيرفز. عندنا اثنين موتور، اثنين بارا سمباثيك، اثنين سنسوري. اول واحده موتور فيهم هي النيوكليوس امبيجيوس. نيوكليوس امبيجيوس موجوده في المدلة اوبلونجاتا متقسمه 3 ثيردز. الفيرست ثيرد جيف اوريجن للجلوستوفارينجيال نيرف تو سبلاي السبايلوفارينجيوس ماسل. الميدل ثيرد جيف اوريجن للفيجاس نيرف تو سبلاي المسلز اوف ذا فارينكس اكسبت السبايلوفارينجيوس. المسلز اوف ذا بالات اكسبت التنسور بالاتاي والكريكوثيرويد ماسل. The lower third give origin to the cranial accessory nerve to supply the muscles of the larynx except the cricothyroid muscle. Okay. طيب الاثنين موتور قلنا النيوكليس امبيجيوس والهايبروجليسترال نيوكليس دي لوحدها بتدي للنيرف رقم 12 اللي هو الهايبروجليسترال نيرف. طيب الاثنين سنسوري عندنا واحده سنسوري خاصه بالسبيشال سنسيشن هو التيست سنسيشن التذوق التيست سنسيشن وبنسميها نيوكليس سوليتيريوس. دي اللي بتسبلاي التنج التيست اللي جاي من التنج بيسبلاي عن طريق النيوكليس سوليتيريوس. طب التنج سبلايد ازاي؟ سبلايد عن طريق التيست سنسيشن بيتشال عن طريق الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف ده تيك سنسيشن او تيست سنسيشن فروم الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تنج. يبقى الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تنج بيتشال منهم او بيبقوا بيتوصلوا بالفيشيال نيرف للابر ثيرد اوف ذا نيوكليس سوليتيريوس. طيب البوستيريور وان ثيرد عن طريق الجلوستوفارينجيال نيرف. البوستيريور وان ثيرد التيست سنسيشن عن طريق الجلوستوفارينجيال نيرف اللي هو رقم 9. طب الموست بوستيريور بارت اوف ذا تانج الموست بوستيريور بارت اوف ذا تانج ده بيتشال عن طريق الفيجاس نيرف اللي هو رقم 10 وبيوصل للور ثيرد اوف ذا نيوكليس سوليتيريوس. يبقى التيست سنسيشن النيوكليس المسؤول عن التيست سنسيشن اسمها ايه؟ اسمها نيوكليس سوليتيريوس. نيوكليس سوليتيريوس. طب التيست ده بيوصل التنج ازاي؟ الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تنج عن طريق الفيشيال نيرف. البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تنج عن طريق الجلوستوفارينجيال نيرف. الموست بوستيريور بارت عن طريق الفيجاس نيرف اللي هو رقم 10. اوكي؟ طب ايه النيوكلس الثانيه اللي موجوده في المدله اوبلونجاتا سنسوري جنرال سنسوري؟ هي السباينال تراجيمينال نيوكلس. تراجيمينال من اسمها الابر فورس بتاعها بيبقى للتراجيمينال نيرف اللي هو رقم 5. وبعدين بتدينا الرقم 7 تدينا رقم 9 ورقم 10. يبقى رقم 9 و10 شايلين السنسيشنز بتاعتهم الجنرال سنسيشن عن طريق السباينال تراجيمينال نيوكليس. سباينال تراجيمينال نيوكليس. يبقى احنا كده قلنا المدلة اوبلونجاتا فيها تو موتور نيوكلياي النيوكليس امبيجيوس والهايبرجلوسال نيوكليس تو سنسوري نيوكلياي واحده مسؤوله عن التيست اسمها ايه؟ نيوكليس سوليتيريوس وواحده مسؤوله عن الجنرال سنسيشن اسمها ايه؟ spinal trigeminal nucleus. يتبقى لنا بقى تو كرينيال نيرفز اللي هم 9 و10 شايلين باراسمباثيك. يبقى هيبقى موجود عندي في المضله تو باراسمباثيك نيوكلياي عشان ندي اوريجين لرقم 9 و10 باراسمباثيك. اوكي؟
طيب نبتدي بقى ناخدهم واحد واحد كرينيال نيرف ونطبق الكلام اللي احنا قلناه عليهم. اول واحد معانا هو الجلوسوفارينجيال نيرف. الجلوسوفارينجيال نيرف ده التنس كرينيال، سوري الناينس كرينيال نيرف، كرينيال نيرف رقم 9. التايب بتاعه ميكسد، يعني ايه ميكسد؟ يعني شايل موتور وشايل باراسمباثيك وشايل سنسوري. وقبل ما هشرح انتوا هتقولوا لي مين الموتور نيوكليس بتاعت الجلوسوفارينجيال؟ النيوكليس امبيجيوس، اكسترد النيوكليس امبيجيوس. نيوكليس امبيجيوس 9 و10 و11 يبقى الابر ثيرد ده الموتور بتاع الجلوسوفارينجيال. اوكي؟ رايح لمصر اسمها ايه؟ ستايلو فارينجيوس مصر. طيب الباراسمباثيك نيوكليس هنشوفها دلوقتي اسمها الانفيريور سالفاتري نيوكليس. انفيريور سالفاتري نيوكليس دي بتشيل باراسمباثيك للباروتيد جلاند، ودي واحده من السليفري جلاندز اللي خدناها السنه اللي فاتت مع الجي اي تي. طيب السنسيشن السنسوري ده شايل تيست سنسيشن. مين النيوكليس بتاعت التيست؟ النيوكليس سيريتيريوس. يس. طيب وشايل جنرال سنسيشن يبقى سباينال تراجي من النيوكليس. يبقى انا كده قلت اربعه نيوكلياي مدين اوريجن للجلوسوفارينجيال نيرف. شوفوا مع بعض كده، اول واحده فيهم مديه ديب اوريجن للجلوسوفارينجيال نيرف، هي دي الموتور نيوكليس الموجوده في المظله بنسميها نيوكليس امبيجيس، وده واخد من فوق من الابر ثيرد. الابر ثيرد. طيب تاني نيوكليس معانا اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها النيوكليس سوليتيريوس. نيوكليس سوليتيريوس دي سنسوري، سنسوري شايله التيست سنسيشن من التونج. طيب تالت نيوكليس السباينال تراجيمينال نيوكليس. سباينال تراجيمينال نيوكليس دي برضو سنسوري شايله جنرال سنسيشن من التونج برضو ومن بارتس هنقولها دلوقتي. النيوكليس الرابعه باراسمباثيك نيوكليس. باراسمباثيك اسمها انفيريور سالفاتوري نيوكليس. انفيريور سالفاتوري نيوكليس. يبقى الجلوسوفارينجيال نيرف هاز فور نيوكلياي موجودين في المظله اوبلونجيتا. زي ما قلنا النيوكليس امبيكيس سبلايد اونلي وان ماسل اسمها ستايلو فارينجيوس ماسل. ستايلو فارينجيوس ماسل. الانفيريور سالفاتوري نيوكليس دي بارا سمباثيك نيوكليس. بارا سمباثيك نيوكليس سبلايد الباروتيد سالفري جلاند. السنسوري النيوكليس سوليتيريوس. النيوكليس سوليتيريوس دي بتشيل التيست سنسيشن من روم ذا بوستيريور وان ثيرد اوف ذا تونج. والسباينال تراجيمينال نيوكليس دي سبلاينج التيمبانيك كافيتي او الميدل اير كافيتي والاكسترنال اوريتري ميتس. اوكي؟ طيب كده خدنا الديب اوريجين او النيوكلياي وخدنا معاها كمان الفانكشن. طب ناخد الاكزيت فروم ذا برين ستيم. ده الكرينيال نيرف رقم 9 الجلوسوفارينجيال نيرف اهو طالع منين؟ طالع من البوستيريور اوليفري فيشر. دي الاوليف، دي الاوليف اللي هي دي قدامها هنا بري اوليفري فيشر فين الاوليف وفين البيراميد، وهنا وراها البوست اوليفري فيشر رقم 9 و10 و11 هما الثلاث طالعين من البوست اوليفري فيشر. يبقى الاتاشمنت برين ستام اتاج تو ذا بوستيريور اوليفري فيشر. طب بتسيب السكار ازاي؟ عن طريق الجاجولار فورامين. الجاجولار فورامين زي ما انتم عارفين الجاجولار فورامين متقسمه ثلاث اجزاء 3 ثيردز. الانتيجر 1 ثيرد بينزل فيه الانفيريور بتروزال ساينس ده خدناه مع الساينس، والبوستيريور 1 ثيرد بينزل فيه الانترنال جاجولار فين السيجمويد ساينس. اول ما هيعدي من هنا هيغير اسمه ويسمي نفسه انتيريور جاجولار فين، عشان كده سمينا الفورامين دي جاجولار فورامين. طب الميدل ثيرد، الميدل ثيرد بينزل فيه رقم 9 و10 و11 كرينيال نيرفز. يبقى الاكزيت فروم ذا سكال ليهم هم الثلاثه زي بعض، هكرر نفس الكلام فروم ذا ميدل ثيرد اوف ذا جاجولار فورامين 9 و10 و11. ولو جالنا في امتحان العملي الجاجولار فورامين وقلنا ستراكشر 2 او 3 او 4 ستراكشر باسنج، نكتب السيجمويد ساينس الانفيريور بتروزال او 9 و10 و11 كرينيال نيرفز. كده عرفنا خلصنا الجلوسوفارينجيال نيرف، عرفنا الديب اوريجن الفور نيوكلياي، وعرفنا الديستريبيوشن كل واحده منهم بتوصل ازاي او بتسبلاي ايه، وعرفنا الاكزيت فروم ذا برين ستيم اند اكزيت فروم ذا سكال. طيب نشوف الفيجاس نيرف اللي هو رقم 10 نفس الكلام، ده ميكسد نيرف نفس اللي قلته هناك هكرره تاني. ميكسد ايه؟ موتور وباراسمباثيك وسنسوري. طيب موتور ايه النيوكليس الموتور موجوده في المظله؟ النيوكليس امبيجيوس. المرة دي الميدل ثيرد، الميدل ثيرد، وسمعنا الديستريبيوشن بتاعه وكرره تاني. طيب باراسمباثيك ليه نيوكليس باراسمباثيك؟ اسمها دورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس.
دورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس، دي باراسمباثيك نيوكليس موجوده في المظله. طيب سنسوري نفس الاثنين اللي قلناهم اللي هي النيوكليس سوليتيريس فور ذا تيست سنسيشن للبوستير وان ثيرد اوف ذا تانج والسباينال تراجمينال نيوكليس. نشوف تاني كده مع بعض، الديب اورجن او الديب نيوكلياي، النيوكليس امبيجيوس ميدل ثيرد، الدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس دي باراسمباثيك نيوكليس، باراسمباثيك. طيب الاثنين سنسوري، النيوكليس سوليتيريس من اللور وان ثيرد عشان سبلاي مين؟ يس البوستيرير وان ثيرد اوف ذا تانج. طيب وايه السنسور تاني؟ سباينال تراجمينال نيوكليس. اهو هنشوف الديب اوريجن والفانكشن مع بعض، الفانكشن والديستريبيوشن والديب اوريجن مع بعض في السلايد دي. النيوكليس اسمها ايه؟ نيوكليس امبيجيوس، نيوكليس امبيجيوس. اوكي بتسبلاي ايه؟ كل المسلز بتاعت الفارنكس ما عدا الستايلوفارنجيوس سبلايد باي يس جلوستوفارنجيال. All the muscle of the larynx except the cricothyroid. والcricothyroid supplied by the cranial accessory هقوله كمان شوية. كل المسلز بتاعت البلات ما عدا التنسور بلاتال. طيب الباراسمباثيك بتاع الفيجاس أو سوري النيوكليس سوليتيريس دي شايلة تيست سنسيشن من الموست بوستيريور بارت اوف ذا تانج والإبيكلاتس، دي هتبقى شايلة التيست سنسيشن. طيب السباينال تراجيمينال نيوكليس دي بتشيل جنرال سنسيشن، جنرال سنسيشن من الديورا ماتر ومن الاكسترنال اوديتري ميتس والتمبانيك ممبر. اخر واحده معانا الباراسمباثيك نيوكليس اللي هي الدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس، دي بقى زي ما انتم خدتوا في الهيستولوجي سوري في الفسيولوجي، دي بتشيل باراسمباثيك للهارت وللبرونكيال تري وللجي اي تي لحد الجنكشن بتاع الترانسفيرس كولون، فدي شايله باراسمباثيك للهارت وللسبيراتوري سيستم برونكيال تري وللجي اي تي. نفس الكلام اللي قلناه ده الديستريبيوشن بتاع الفيجاس نيرف النيوكلياي بتاعته الاربعه اللي قلناهم، وازاي الديستريبيوشن بتاع كل واحده بتبقى عامله ازاي. اتاشمنت للبرين ستيم زي ما قلنا اكزيت رقم 9 و10 و11 من البوست اوليفري فيشر. اكزيت فروم ذا سكال نفس الكلام من الميدل بارت بتاع الجاجولار فورامين. طيب الثالث اللي هو الاكسسوري نيرف، الاكسسوري نيرف ده مقسوم جزئين. الاول التايب بتاعه هو بيور موتور نيرف، موتور بس اونلي موتور، ليه تو روتس كرانيال بارت وسباينال بارت. الكرانيال بارت بتاعه انا قلته طالع من الموتور نيوكليس الموجوده في المظله الكبيره اللي اسمها ايه؟ يس نيوكليس امبيجيوس، طالع من اللور ثيرد اوف نيوكليس امبيجيوس وبيسبلاي المسلز اوف ذا لارينكس اكسبت الكريكوثيرويد بي سبلايد باي ذا فيجاس. والكرانيال بارت بيجوين الفيجاس نيرف وبيديستريبيوتد معي، بيجوين الفيجاس نيرف يمشي مع الفيجاس نيرف ويبقى الديستريبيوشن بتاعه مع الفيجاس نيرف، ده الكرانيال بارت. طب السباينال بارت، السباينال بارت بياخد اوريجين من الفايف سيجمنت، من الابر فايف سيرفايكال سيجمنت، يعني من اول سي 1 لحد سي 5. ابر فايف سيرفايكال سيجمنت، ابر فايف سيرفايكال سيجمنت، ويدخل السكال يطلع فوق يخش السكال عن طريق الفورامين ماجنوم. يبقى الروتس بتاعت الابر فايف سيرفايكال سيجمنت انتر ذا سكال، تخش السكال عن طريق الفورامين ماجنوم عشان تتحد او تلحم مع الكرينيال بارت بتاع الاكسسوري نيرف. وبعدين الاكسسوري نيرف كرينيال بارت وسباينال بارت يسيبوا السكال اكزيت فروم ذا سكال عن طريق الجاجولار فورامين، جاجولار فورامين. بعد ما يسيبوا الجاجولار فورامين الكرينيال بارت ديستريبيوتد مع الفيجاس والسباينال بارت ديستريبيوتد في النك تو سبلاي تو ماسلز خدتوهم اللي هم الاسترنوماستايد اند ترابيزيوس ماسل. اجيل عشان ما نلخبطش، السباينال اكسسوري نيرف الاوريجن بتاعته from the upper five cervical segment. upper five cervical segment. وبعدين enter the skull بيخش السكال عن طريق الفورامين ماجنم. وبعدين هنا هو يلحم مع الكرينيال بارت ويرجع تاني يسيب الكرينيال كافيتي عن طريق الجاجولار فورامين. بعد كده ده السباينال اكسسوري نيرف هيسبلاي تو ماسل sternomastoid and trapezius muscle. والكرينيال بارت هيجوين الفيجاس نيرف to be distributed with it. Again الاكسسوري نيرف الديب اوريجن ليه موتور نيوكليس من النيوكليس امبيكيوس اللور ثيرد، وده زي ما قلنا derived from the cranial accessory nerve supplying
او هيدستريبيوت مع الفيجاس نيرف. المسلز دي كلها او الدستريبيوشن ده بتاع الفيجاس والكرينيال اكسسوري مع بعض. الفيجاس والكرينيال اكسسوري مع بعض. اوكي؟ والابر 5 سيجمنت ده او هيقوم يدين اوريجن للسباينال بارت وهيسبلاي الترابيزيوس والسترنوماستويد مسل. اتاشمنت البرين ستام زي ما قلنا اهو ده السباينال بارت طلع وبيلحم او بيمشي مع الكرينيال بارت وبيسيبوا البرين ستام في البوست اوليفري فيشر. وهما الاثنين برضو هيسيبوا السكال عن طريق الجاجولار فورامين. اخر واحد معانا او اللاست كرينيال نيرف اللي هو ال 12 كرينيال نيرف الهايبوكلوزال نيرف. ده بيور موتور نيرف وليه نيوكليس واحده بس اللي هي الموتور نيوكليس اوف ذا هايبوكلوزال نيرف ودي موجوده في المدله اوبلونجيتا. طيب الهايبوكلوزال نيرف النيوكليس بتاعته موجوده جنب الميد لاين. الهايبوكلوزال موتور نيوكليس موجوده جنب الميد لاين عشان كده ده النيرف الوحيد من اللاست فور كرينيال نيرف اللي بيسيب السكال سوري البرين ستام او اتاج للبرين ستام في البري اوليفري فيشر. يعني النيرف الوحيد اللي موجود في البري اوليفري فيشر هو الهايبوكلوزال نيرف. الفيجاس والاكسسوري والجلوسفارنجيال رقم 9 و10 و11 ليف ذا برين ستام او اتاج ذا برين ستام في البوست اوليفري فيشر. يبقى اجين الاتاشمنت ذا برين ستام بتاع الهايبوكلوزال نيرف ان ذا بري اوليفري فيشر. بري اوليفري فيشر اهو ده البري اوليفري فيشر. الاكزيت فروم ذا سكال دي الكوندايل دي اللي بنسميها الكوندايل. فقدام منها على طول خرم صغير اهو بنسميه انتيريور كوندايلر. قدام الكوندايل انتيريور كوندايلر كانال او بنسميها هايبوكلوستر كانال او فورامين. يبقى بيسيب السكال عن طريق الهايبوكلوستر كانال او الانتيريور كوندايلر كانال اور فورامين. ده الاكزيت فروم ذا سكال. طب ايه الفانكشن او الديستريبيوشن؟ بيسبلاي المسلز اوف ذا تانج. بيسبلاي المسلز اوف ذا تانج زي ما احنا شايفين ده التانج وحاصل ليجن للهايبوكلوستال نيرف. فبنلاقي التانج ديفييتد او ملوح كده على جنب لان المسلز اوف ذا تانج سبلايد باي ذا هايبوكلوستال نيرف. اوكي؟ المسلز اوف ذا تانج اللي بيخليني احرك لساني فوق وتحت واطلعه بره وادخله تاني جوه لساني او اعمله سيركل او اتنيه. كل الحركات دي بتتم عن طريق المسلز اوف ذا تانج وall the muscles of the tongue supplied by الهايبوكلوسال نيرف. الهايبوكلوسال نيرف. كده خلصنا اللاست فور كرينيال نيرفز. الرسمه دي مجمعه انا حاطه لكم هنا كل الموتور نيوكلياي والباراسمباثيك نيوكلياي اللي نعتبرهم موتور كلهم موجودين هنا اهو سواء باراسمباثيك او موتور نيوكلياي اللي موجودين في البرين ستيم. لو بصينا عليهم ايه هي الكرينيال نيرفز اللي فيها موتور او شايله موتور هنلاقي الكرينيال نيرفز بتوع الاي. اول واحد فيهم من الاي اللي هو الاوكلي موتور نيرف. اوكلي موتور نيرف وده موتور بيور موتور انه شايل السبلاي المسلز اوف ذا اي وفي نفس الوقت معاه باراسمباثيك. ليه تو نوكلياي واحده هي الاوكلي موتور نيوكليس وليه الادنجر ويستفال نيوكليس بتوع الاوكلي موتور نيرف. فده كده اول واحد اللي هو الاوكلي موتور نيرف. تاني واحد اللي هي التروكليار نيوكليس دي التروكليار اهي. خلي بالنا التروكليار الوحيد اللي بياخد اوريجن من الاوبوزيت سايد. يعني كل الكرينيال نيرفز هنلاقيهم طالعين على السيم سايد كلهم اكسبت التروكليار لانه بيعمل سكند ديكاستيشن او بيعمل كروسنج اجين تاني وهو خارج من الميد برين. يبقى دي تاني نيوكليس معانا موتور هي التروكليار نيوكليس. معانا كمان هنا اهو النيرف الثالث اللي هي النيوكليس دي الابدوسنت نيوكليس موجوده في البونز. الابدوسنت نيوكليس بتاع رقم 6 ودي موجوده هنا اهو في البونز. هي دي الابدوسنت نيوكليس اللي بتعمل الفيشيال كوليكولاس لان هي بتبقى انسيركلد او لافف حوالين منها الفايبرز بتاعت الفيشيال نيرف. مين تاني ليه موتور نيوكليس؟ الترايجيمينال نيرف ليه موتور نيوكليس بتسبلاي المسلز اوف ماستيكيشن عضلات المضغ تقابل النيوكليس دي اللي هي الترايجيمينال موتور نيوكليس عن طريق العصب الخامس او الترايجيمينال نيوكليس. تمام؟ طيب مين تاني معانا ليه موتور نيوكليس اللي هم بقى الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اهو الفيشيال نيرف ليه لارج موتور نيوكليس. موتور نيوكليس كبيره نسميها الموتور نيوكليس اوف ذا فيشيال نيرف موجوده في البونز. اوكي؟ وبتدينا فايبرز عشان تروح تسبلاي المسلز اوف ذا فيشيال اكسبريشنز. طيب مين تاني موتور نيوكليس؟ دي الموتور نيوكليس الكبيره دي اللي موجوده على اللاترال سايد دي النيوكليس امبيجيس. النيوكليس امبيجيس. النيوكليس امبيجيس بتدينا اوريجن للجلوسفارينجيا رقم 9
والفيجاس رقم 10 والكرينيال اكسسوري رقم 11. اخر موتور نيوكليس معانا اللي هي موجوده جنب الميد لاين على طول، جنب الميد لاين على طول، اللي هي الهايبوجلوسال موتور نيوكليس تو سبلاي المسلز اوف ذا تانك. طيب عندنا كمان 4 باراسمباثيك نيوكليس، 4 باراسمباثيك نيوكليس، واحده منهم هتدستريبيوت مع الاوكليو موتور نيرف، دي اول باراسمباثيك مع الاوكليو موتور نيرف، وباراسمباثيك نيوكليس مع الفيشيال نيرف اللي هي سوبيريور سالفاتري نيوكليس، سوبيريور سالفاتري نيوكليس اللي هي دي، وهتدينا اورجن او هتمشي مع الفيشيال نيرف. وفي عندنا كمان الانفيريور سالفاتري نيوكليس عشان الجلوسوفارينجيال نيرف، انفيريور سالفاتري نيوكليس ده للجلوسوفارينجيال نيرف. واخر حاجه عشان الفيجاس هيبقى عندنا الدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس، الدورزال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس. في كمان السباينال اكسسوري نيوكليس اللي احنا قلنا عليها، ممكن تدينا اورجن كمان للاكسسوري. دول كده او ده كده مجمعين لكل الموتور اند باراسمباثيك نيوكلياي، بيعتبرهم برضو موتور اللي موجودين في البرين ستيم. هنا برضو ذا سيم، دي السنسوري نيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم برضو، هنلاقي السنسوري نيوكلياي بالجانجليا بتاعتهم كلهم. عندنا الميزنسيفاليك نيوكلياس اللي بتعمل ريلي في الميزنسيفاليك جانجليا او تراجيمينال جانجليا، عندنا المين سنسوري نيوكلياس او التشيف سنسوري نيوكلياس اللي موجوده في البونز، وعندنا السباينال تراجيمينال نيوكليس اللي هي دي اللي موجوده في المظله. الميزنسيفاليك نيوكليس بتدينا التراكت بتاعته او بتريلي في التراجيمينال جانجليون، دي السنسوري جانجليون التراجيمينال نيرف، ودي الاونلي جانجليون اللي موجوده انسايد ذا كرينيال كافيتي. اوكي، عندنا المين سنسوري نيوكليس وعندنا السباينال تراجيمينال نيوكليس، بتدينا اورجن رقم 7 و8 و9 و10 وكمان رقم 5. دي كده كل السنسوري نيوكلياي الموجوده في البرين ستيم. شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله.